اهلا بكم من جديد. دلوقتي معادنا مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. هيتس وان او واتس ا جول. الفاول عالمي يا زعيم. اليو ديانج لاعب فريق النادي الاهلي شارك في التدريب الجماعي امبارح على ملعب التتش استعدادا لمباراه الوداد المغربي يوم الاثنين الجاي في نهائي دوري ابطال افريقيا. والجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني قرر إقامة تدريبات الفريق قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهيتدرب الأهلي الساعة 6 بالليل على استاد التتش استعدادا للمواجهات اللي هتتلعب يوم 30 مايو اللي جاي. وميار شريف بطلة التنس المصرية اتأهلت لتاني أدوار بطولة رولان جاروس بعد فوزها على الأوكرانية المصنفة رقم 58 مارتا كوستيوك بنتيجة مجموعتين في أول مواجهة ليها في البطولة، وجت نتيجة المجموعتين بنتيجة 6-3 و7-5. والنجم النرويجي هالاند وصل لإنجلترا عشان يستعد لتقديمه لوسائل الإعلام بعد ما تعاقد مع مانشستر سيتي مقابل 63 مليون جنيه استرليني. وصل هالاند لمطار مانشستر بعد خضوعه لبعض الكشوفات الطبية في مدينة برشلونة الإسبانية، وده علشان يبتدي مهمته مع بطل الدوري الإنجليزي في الموسم اللي جاي. والألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي اتكلم عن القمة المرتقبة قدام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد أن لاعيبة الريدز لازم يتعلموا من كل النهائيات الكبيرة اللي لعبوها في الفترة اللي فاتت، وقال كمان ليفربول اتطور في الكام سنة اللي فاتوا بشكل رائع من خلال أسلوب خاص، وده هو الطريق الصعب اللي مشينا عليه. خسرنا بعض النهائيات الكبيرة زي ما كلنا عارفين لغاية ما وصلنا للمرحلة دي. ونادي بايرن ميونخ الألماني أعلن عن التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب المغربي نصير مزراوي لغاية 2026، وكمان نادي أياكس أمستردام الهولندي. ونشر النادي بيان رسمي على موقعه وحسابه على تويتر أكد فيه أن التعاقد مع نصير صاحب الـ 24 سنة بصفة انتقال مجاني للموسم الجديد. أخبارنا الرياضية خلصت، خلينا نرجع لهدير ولعبد الصمد نكمل معهم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. اتفضل. شكرا لك يا مينا. شكرا.